من أجل التعريف بها وبمهامها وبرامجها وإنجازاتها خلال السنوات الثلاث الماضية وآفاقها المستقبلية، نظمت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر يوما إعلاميا دعت إليه الطيف السياسي والمجتمعي والثقافي والمنتخبين والصحافة. تضمن جدول أعمال اليوم الإعلامي عرض فيلم وثائقي يتناول إنجازات المندوبية خلال السنوات الماضية واستعراض شهادات حية لمواطنين استفادوا من مقاربة التأمين الصحي الخاص بالطبقات الاجتماعية الهشة. تجسد المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر تعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني للشعب الموريتاني، وهو يومها مرشح لرئاسة الجمهورية، حين قال: لن يترك أي مواطن على قارعة الطريق، وإنه سيرصد لهذا الغرض 200 مليار أوقية قديمة على مدى 5 سنوات. وفعلا أنشأ فخامة رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يوم 29 نوفمبر 2019، انسجاما مع تعهداته الانتخابية، المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التآزر، ورفع من تراتبيتها الإدارية حيث جعلها برتبة وزارة ومنحها الاستقلالية الإدارية والمالية، واحتفظ هو نفسه برئاسة هيئتها القيادية وهي المجلس الأعلى للتوجيه الاستراتيجي بعضوية معالي الوزير الأول و12 وزيرا. كما استعرض المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء حصيلة السنوات الثلاث الماضية. أجل يحق لنا أن نتساءل، ولكن يمكننا أن نقول الآن إن التآزر بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية شيدت أكثر من 70 منشأة تعليمية ابتدائية وثانوية، من ضمنها 28 اكتملت وجهزت وتم تسليمها، و44 منشأة تجري فيها الأشغال حاليا بتكلفة إجمالية تقدر بأتسع مليارات ونصف أوقية قديمة، وأنها أطلقت برنامجاً وطنياً للتغذية المدرسية الشاملة في العامين الأخيرين على التوالي 59,000 تلميذ و 66,000 تلميذ في المناطق الهشة بتمويل وصل إلى 2,255,000,000 أوقية قديمة، وأنها أنجزت وجهزت 21 نقطة ومركزاً صحياً في الخدمة الآن بتكلفة وصلت إلى 1,091,000,000 أوقية قديمة، فضلاً عن مستشفى متكامل قيد الإنجاز بمقاطعة الميناء بكلفة تصل إلى 560,000,000 أوقية قديمة، وأنها وفرت إلى حد الساعة التأمين الصحي ل 78,000 أسرة متعففة، وأنها ساهمت مساهمة واسعة في التكفل بحاجيات النظام الصحي الوطني من مواد ومركبات مكافحة سوء التغذية الحاد عند الأطفال، والذي يصيب سنوياً حوالي 30,000 طفل موريتاني بتكلفة إجمالية تجاوزت 968,000,000 أوقية قديمة، وأنها شرعت في تنفيذ برنامج لتزويد أكثر من 70 قرية بشبكة مائية وحفر 41 بئراً ارتوازية بمبلغ إجمالي قدره 2,920,000,000 أوقية قديمة، وأنها تعمل الآن على إطلاق عملية تزويد 21 قرية بالكهرباء، منها 9 قرى سيتم ربطها بالشبكة الكهربائية لصملك بكلفة تصل إلى 943,000,000 أوقية قديمة، والباقي بالطاقة الشمسية بمبلغ 3,500,000,000 أوقية قديمة، وأنها مولت مشاريع مندمجة على مستوى قريتي دالي قنبة بكمبي صالح ووديه الشيهب، وأتركه للعارفين الأمر، على مستوى كنكوسة، كما تعمل على تمويل 2,300 مشروع مدر للدخل بمبلغ مالي يصل إلى 2,300,000,000 أوقية قديمة يستفيد منها أكثر من 10,000 مواطن، وأنها شيدت 5 سدود كبيرة وأطلقت العمل في 12 سداً آخر بغلاف مالي قدره 2,294,000,000 أوقية قديمة، وأنها قامت ببناء 221 سداً ترابياً للرفع من الإنتاج الوطني من الحبوب والخضروات بمبلغ يزيد على 200,000,000 أوقية قديمة.
وخلص المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء إلى القول إن كل هذه البرامج تعمل وفق مقاربة اقتصادية واجتماعية تعتمد منهجية تشاركية تستخدم أنظمة معلوماتية بتقنيات جديدة.